حياكم الله. قبل إعداد حلقة الليلة أردنا أن نشكو حال المواقع الافتراضية للجهات المعنية، فخرجت هي مشتكية: حملات مضللة تستهدف المسيرة الخدمية، فإلى أين نذهب بالأنظار؟ هل مساعي وزارة الاتصالات بحجب المواقع المسيئة على شبكة الإنترنت جدية؟ أم حملات إلقاء القبض للقوات الأمنية ستحد من الاختراقات؟ مواقع السباحة المحتوى الضارب للقيم وللعادات والنازع لكل مفاهيم الأخلاق، فهل ستقيدها الإجراءات؟ لا قوانين مانعة ولا تشريعات رادعة، حرب ضروس تحاصر المجتمع وتفتك به دون أي أدوات وقاية، فمن سيحمل الراية؟ تهديد يعصف بالأجيال ويتجاوز كل أساليب فرض الحال والمحال، وباختصار ما عادت الأسوار تفصل عن الشارع ولا الأبواب تحمي من السارق، وفي الحالتين هناك من يجالسك ولا تشعر به إلا بعد فوات الأوان. حلقة هذا اليوم ستكون مخصصة عن الحملات المضللة التي تتعرض لها الحكومة العراقية والأمراض المستشرية في المجتمع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبدأ بالابتزاز ولا تنتهي بالنصب والاحتيال الإلكتروني. رح نفتح وياكم بتقرير للزميل شيبان سامي ونتحدث بهذا الملف. مواقع عديدة تهدف للإساءة للمجتمع العراقي طغت مؤخرا على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، لتنطلق وزارة الاتصالات بأولى خطوات حجبها عبر تطوير منظومة بوابة النفاذ الدولية، بالإضافة إلى الحملات والأخبار المضللة التي تنشط مؤخرا عبر صفحات وحسابات تقودها أطراف وهمية تستهدف إعاقة عمل الجهات التنفيذية بحسب البيانات الحكومية الصادرة مؤخرا. لازم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي بصوره صحيحه، انشر كل شيء حلو، انشر كل شيء صحيح، انشر كل شيء يحث على التكاتف والمحبه، ابتعد عن المنشورات المسيئه لفلان وفلان وفلان، ابتعد عن سب فلان وقذف فلان وطعن فلان، لان احنا بالتالي ما راح نقدر ننهض بالبلد اذا ما كنا كليتنا ايد واحده. بعض الدول منعت هذا الموضوع وكلش فرحت، قلت ليش العراق لما منع هاي المواقع الاباحيه اللي هي تساعد في تكسير المجتمع، في انهاء الوعي اللي موجود بالشباب، يعني شاب بمرحله عمريه 18 دون 18 بلس ماينس 18، هذا المفروض انت تساعده انه يبني نفسه، مو تحجب عنه هاي المواقع الاباحيه. فنتمنى من وزاره الداخليه الحكومه العراقيه انه تشتغل على حجب هذه المواقع الاباحيه. آلاف حالات إلقاء القبض وما زالت جرائم الابتزاز الإلكتروني تتسيد المشهد في مواقع التواصل، فلا يكاد يمر يوما إلا وتعلن الجهات الأمنية عن ضبط متورطين باستدراج الفتيات بالكلام المعسول أو استغلال الصور الشخصية للفبركة عبر التقنيات الحديثة، والحال ذاته يحصل مع الشباب بواسطة حسابات من داخل وخارج العراق تسعى لتصويرهم بحالة معينة لابتزازهم لاحقا. هسه اغلبهم على الانستغرام وخاصه على الواتساب يدز لك الرابط يقول لك ادخل، وهو مجرد ما راح يدخل على الرابط راح ياخذ الصور. فانا انصح شكو بنت او مره كبيره او اي كان، حتى لو طفل، اي يجيكم رابط اي شيء على اي برنامج لا تدخلون عليه، لان انت مجرد ما تدخل راح ياخذ الصور. شغله الابتزاز الالكتروني ظاهره غير حضاريه، بدات الناس تستخدمها لغايات شخصيه
ومنافع شخصية، مثل يعني أكو إنسان يريد يستفاد من خلالها المال أو لذات شخصية، يقدر إنه يشوف هذا الشخص ضعيف ما يقدر يسوي له شيء، فإنه يبتزئ إلكترونياً بصور ومحادثات وهواي أشياء من عته. لذلك يعني نتمنى من الجهات الرقابية أن تحد من هذا الموضوع. ويبقى خطر العالم الافتراضي يتنامى يوميا وسط حالة من العشوائية والفوضى الكبيرة في المحتوى وما ينشر من دون رقابة أو متابعة وسط مساعنا لا نعلم جديتها من بعض الجهات لضبط هذه المواقع إسوة ببعض الدول. التطور التكنولوجي ساهم في ازدياد شهية العصابات والأفراد الذين حولوا منصات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة لاصطياد ضحاياهم وسط مطالبات بتجفيف هذه الظاهرة بشكل نهائي. من العاصمة بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. للحديث عن محور حلقتنا لهذا اليوم ينضم إلينا أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد الدكتور وائل البياتي، حياك الله دكتور وائل. أهلا وسهلا. كما ينضم إلينا بالخبير بالاتصالات والتكنولوجيا هنا بالاستوديو الدكتور عمار العيثاوي، حياك الله. أهلا وسهلا. كل الترحيب بالباحثة في الشأن السياسي السيد سهاد الشمري، حياك الله. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور وائل، من الصبح قررنا أن يكون محور حلقتنا لهذا اليوم عما يحصل في الواقع الافتراضي لنشكو مشاكل المجتمع للجهات المالية. تفاجئنا ببيان أن الحكومة العراقية تعلن تعرضها لحملات مضللة. هسه منو يشتكي منو من وجهة نظرك؟ في البدء أحييك وأحيي مشاهدي القناة الكرام والضيفين الكريمين. واقعا أن المسألة اللي خاصة بتنظيم الفضاء الرقمي أو ما يتعلق بوسائل التواصل الإلكترونية تعاني في العراق من إشكالية كبيرة تتعلق بعدم التنظيم، نقص المواد القانونية المنظمة لهذه المسألة، وبالتالي في كثير من الأحيان نعاني من إشكاليات خاصة بوجود أخبار مضللة، بيانات غير صحيحة، معلومات مفبركة في كثير من الأحيان، وهذه تؤدي إلى خلق نوع من أنواع الإرباك سواء لدى الرأي العام أو في بعض الأحيان حتى تؤثر على الأمن العام إذا كانت الأخبار مضللة تتعلق في أمور تتعلق بالجانب العسكري أو بالجانب الأمني بنشر أخبار ليس لها صحة في هذا الجانب. أنا أعتقد أن الواجب لمواجهة مثل هكذا أمور هو عملية تكاتف سواء من بين المواطنين أو بالنسبة للحكومة. الحكومة واجبها الأساسي في هذا الجانب هو ما يتعلق بتوفير الآليات السليمة للوصول إلى البيانات الصحيحة من خلال المواقع الرسمية لها، من خلال وجود ناطقين رسميين للوزارات، للحكومة، للجهات الرسمية اللي عليهم أن يقوم بعملية تكذيب للأخبار الكاذبة اللي تنتشر بسرعة حتى يكون هناك مصدر رسمي يكون قد صرح بالضد من هذه الأخبار وبالتالي ينفيها ويمنع من عملية انتشارها. مسألة ثانية، احنا نحتاج إلى تنظيم قانوني واسع في هذا المجال. دكتور حتى أفهم، نحن أردنا من حلقة اليوم أن نوصل رسالة إلى الجهات المعنية بأن الإنترنت يفتك بالمجتمع العراقي. تفاجئنا أن وزارة الاتصالات تشكو من جهات مضللة. برأيك من هذه الجهات وما هي الإجراءات القانونية اللي راح تمضي بها الحكومة؟ الإشكالية ما يتعلق مثل هكذا جهات، احنا لدينا مسألة انتشار واسع لمواقع تدعي أنها مواقع إعلامية أو منصات تدعي أنها منصات إعلامية موجهة إلى العراق، في كثير من الأحيان قد تكون الأشخاص اللي يديروها هم خارج العراق، لا يوجد لديهم تسجيل في داخل العراق، نسبة المتابعين لهم نسبة كبيرة، وبالتالي عملية الانتقال بالنسبة لهذه الأخبار يكون بسرعة لدى الجمهور خصوصا في حالة عدم التحقق أو التدقق من البيانات المنشورة. الحكومة في مثل هكذا حالة عليها أن تتخذ عجلة إجراءات. الإجراء الأول هو ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، اتخاذ الإجراءات الخاصة بمطلقي هذه الإشاعات والبيانات خصوصا ونحن لدينا قانون العقوبات ينظم مسألة قيام الأشخاص بتعمد نشر أكاذيب، نشر إشاعات تؤدي إلى تقدير الأمن العام وفق الأحكام مادة 210، عقوبة قد تصل إلى الحبس في حالات أخرى إذا كان الظرف حالة طوارئ أو حالة حرب، ممكن أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات عقوبة سجن. كذلك حال فيما يتعلق ببث الأخبار أو البيانات الكاذبة اللي يتعمد بعض الأشخاص حتى وإن كانوا خارج العراق بإطلاقها بقصد تكدير الأمن العام، أيضا
العقوبة التابعة لهم تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات. لعد، بماذا تفسر بيان الحكومة اليوم بأنها تتعرض لهجمة مضللة؟ عدها قانون وباستطاعتها أن تمضي بالإجراءات القانونية الرادعة، ليش تنزل بيان وكأنما هي عاجزة عن اتخاذ إجراءات قانونية كافية؟ تأكيد هو البيان اللي صدر اليوم هو بيان أولي يعتبر أنه الحكومة ستقوم بإجراءاتها التنفيذية ضد الجهات اللي تقوم بعملية تكدير الأمن العام أو بث الإشاعات، لكن أنا أعتقد من وجهة نظري نحتاج إلى تنظيم قانوني شامل فيما يتعلق بالنسبة للفضاء الرقمي أو وسائل التواصل الإلكتروني، خصوصا ما يتعلق بتنظيم عملية استخدام وسائل التقنية والاتصال، وأيضا ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية باعتبار أن العراق يخلو من هذا التنظيم القانوني في هذا الجانب. طيب سي سهاد، جدد الترحيب بحضرتك. حجب المواقع المسيئة هكذا قالت وزارة الاتصالات، كمواطن أفهم اليوم شنو كلمة المسيئة؟ مصطلح فضفاض للغاية، أي نوع من الإساءة ستحاربه وزارة الاتصالات؟ تحية طيبة لحضرتك وضيوفك الكرام. طبعا هو بما لا يقبل الشك اليوم أن الحكومة حين تصدر بيان خلال هذا الموضوع لتوضيحه للناس، لأن عندنا فئات من المجتمع تستقبل يعني بغض النظر عن أي مصدر تكون، تستقبل ما يطرح على وسائل الإعلام. الإعلام دار العالم، يعني أصبحت العالم من خلال الإعلام هي قرية صغيرة، المجتمعات متداخلة فيما بينها. طيب. هناك يعني تكون نقلة نوعية بين المجتمعات بسبب وسائل الإعلام وبسبب تأثر فئة معينة من الشعب بهذه الوسائل. نأتي إلى اليوم أنه الحجب المواقع المسيئة، يعني حين تصدر عدة مواقع أو ذات الموقع يصدر بيانات تمس بالأمن الوطني، تمس بالحكومة، تمس بالمجتمع العراقي، بالتالي كأي إجراء قانوني الحكومة تكون رادعة لهذه المواقع. لكن نتكلم عن السيطرة التامة في ظل هذا التوسع العالمي. ليش عرفتي المسيئة هسه أنت من يستهدف الأمن القومي أو الأمن الوطني في العراق؟ يعني المسيئة مو ممكن تكون محتوى هابط، مو موقع إباحي، وهذا كلها إساءة للمجتمع العراقي. أنت رحتي لبيان الحكومة، لا أنا رح أرجع لك مصطلح وزارة الاتصالات أمرت بحجب المواقع المسيئة عن طريق الاجتماع الذي عقد يوم الأمس بين وزيرة الاتصالات وممثلي شركات الاتصالات. حجب المواقع المسيئة، شنو تعريف المواقع المسيئة؟ المسيئة هي كل ما يعني ذكرت لحضرتك تفصيله بالبداية، أن المسيئة كل ما يسيء للمجتمع، يعني أنه عندنا هناك مثلا شخوص يخرجون ببثوث مباشرة تستقطب شريحة معينة من الناس كالمراهقين والذين يعني ليس لديهم تحصيل دراسي او اللي ساكنين في مناطق تكون نائيه، يعني مجتمعهم فهمهم على قدر استيعابهم للمعلومه، ينشرون اشياء مخله بالاسره العراقيه تفتت التآصر الاسري، وياتون يعني لاجل الكسب المادي بمصطلح تيك توك. بالضبط هذه البثوث، يعني حتى حاربتها وزارة الداخلية وأصدرت هناك بيانات وعدة شخصيات تم اعتقالها، ألفاظ نابية، أشخاص لا يمثلون لا الرجل العراقي ولا المرأة العراقية. يعني إحنا عندنا قصة تاريخ للمرأة العراقية منذ الزمن النظام البائد ولحد الآن، أن المرأة العراقية يجب أن تظهر بأبهى صورة أمام المجتمع. سوى البث المباشر في تيك توك بالعوائل العراقية، يعني هي ابسط شيء ان هناك خلق نوع، احنا ما نتكلم عن المجتمع بصوره عامه أكيد. لكن نتكلم عن فئه، هناك خلقت تمرد، خلقت انه يعني للاسف مجتمعنا اليوم يعني في العراق هناك حتى بيانات رسميه انه انتشار تعاطي المخدرات، انتشار الجنس الثالث، التهرب من المدارس، التهرب من البيوت، ايضا هناك التقاليد والعادات العراقيه أصبحت من الماضي لهذه الفئة، لأنهم يتأثرون بما يصل إليهم من يعني. وين الحكومة عنهم سسهاد؟ هي وين الأسرة أولاً حتى نلجأ للحكومة؟ الأسرة أنطت تليفون لابنها، ما راح تبقى 24 يعني ساعة. يعني هو المنطق إنه الحكومة العراقية تتابع 40 مليون نسمة هناك. الأسرة العراقية لا لا عندنا، لا الأسرة العراقية ما تخضع للقانون، هي واقعيا احنا مجتمعنا عشائري قبلي، المفروض المجتمع العشائري القبلي يعزز الأسرة العراقية وتقاليدها. يعني انت اليوم احنا كلنا عندنا اولاد، انا ما انطي التليفون بإفراط
واتابع شيء اي البرامج يدخل عليها. شو تتابعين وش تتابعين السسوهات؟ يعني سابقا اولادنا ما نخليهم يطلعون بالشارع حتى لا يسمعون كلمات نابيه وسيئه. اليوم قاعد هو اذا يريد يقلب بالتليفون الشارع قام يدخل داخل الاسره، الفاسدات اجل الله قام يدخل للاسره. البرامج البرامج هي احنا حسب البرامج. انت احنا عندنا بالعراق اليوم هو التيك توك هذا اللي العاب الاطفال مستباح، وانت تدرين هذه النقطه. هي تقدر اي اسره اي ام اي اب اي اخت تقدر تسيطر بهذا الموضوع. هناك العاب البث المباشر انا ما اخلي اولادي يدخلون عليها ولا انزلها بتليفوناتهم. هو التيك توك اصلا ما يحتاج حساب حتى تنشئي حتى ولا اصلا برنامج التيك توك ينزل بالتليفون ولا برنامج التيك توك. يعني ثاني اصلا ما عندي تيك توك ولا بالبيت عندنا واحد منزل برنامج تيك توك بالتليفون، لانه مره مرتين شفنا انه فتشي ما يليق بالاسره العراقيه. وانت مستحيل انه الام والاب ينطون تليفونهم، هذا دمار شامل. تيك توك صار العالم الاسود على مستوى العراق بالتأكيد. يعني هذا العالم الافتراضي اسود، هو عالم اسود ومظلم بالنسبه للشعب العراقي. المستخدمين بصوره خاطئه لاغراض الكسب المادي هم ذاهبين فقط للكسب المادي، لا يعني حتى هم يعني ما عندهم اي تحصيل دراسي، ما عندهم اي سمعه علميه، ما عندهم اي محتوى. لكن عندهم فلوس مفيد من هذه البثوث. اي هذه البثوث تجيب لهم موارد ماليه خياليه، يعني اذا اشتغل ممكن طبيب، لو اشتغل مهندس ما يقدر يجيبها. الحكومة وين عن هذول اللي هم بعضهم متهمين بغسيل الأموال؟ ولا ما ممكن في بث واحد مليون دولار وخمسمائة ألف دولار يا سسوهات؟ مو منطقي. لا هو فلهذا اليوم الحكومة من أعطت بيان وأعطت أنه هناك إجراءات سوف يعني تتخذ على أساسها خطوات. أي. من الممكن أن تكون ذاهبة لحجب أو تقليل أو أن تكون هناك في أطر معينة لهذه البرامج. طيب أستاذ عمار، شنو مصطلح المسيئة من وجهة نظرك حسب اعتبارك أنت خبير بالتكنولوجيا؟ إحنا صراحة بالتأكيد طبعا أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة، وهذا الموضوع مهم جدا. حياتي. صراحة هو يمكن إذا تذكرون أول ما تولت معالي وزير الاتصالات. أي. يعني منصب وزير الاتصالات أول كان أول إنجازاتها هي حجب المواقع الإباحية، أصلت بين أول إنجاز حجبت المواقع الإباحية. لكن وانحذفت هي؟ لا هي نفس السؤال، إذا تريد تحجبين موقع وتتبنين هيش موقف لازم تكون أنت عندك الإمكانيات الفنية حتى تنفذين وعودك. يعني اللي صار بأنه جت حجبة طريقة تقليدية، طب والمستخدمين استخدموا برنامج الفي بي إن، اللي صار بأنه ما قدرت تحجب هذه المواقع. حضرتك تعرفين بأنه احنا الانترنت من السوا سوتها دول ليبرالية هي داعمة لهذه الأفكار زين، فبالتأكيد شوفوا الأدوات اللي تحمينا من هذا الموضوع مو متاحة عندنا. يعني هي وفرت الفي بي ان ببلاش، يقدر أي شخص يقدر ينزل في بي ان ويقدر يتجاوز هاي المواقع اللي احنا نحجبها. تمام، فليش الدول العظمى أو الليبرالية هي متبناية هذه المواقف والمواقع؟ يعني حضرتك تعرفين الفيسبوك هو بدا عام 2006 كمواقع اول مواقع التواصل الاجتماعي اكثرها شهره. من 2006 لحد سنه 2000 ولحد الان تقريبا خلينا نقول اقل من 20 سنه، عدد المستخدمين به صار تقريبا حدود 6 مليار مستخدم، بالاضافه الى مواقع منصات التواصل الاجتماعي الاخرى، يعني بحدود 3 ارباع العالم. زين، احد اهداف مواقع التواصل الاجتماعي او شلون يتنافسون بيناتهم، كل موقع يريد يكون عنده أكثر عدد المستخدمين. فبدأوا فيسبوك عندها مركز بحوث نفسي في أرقى الجامعات الأمريكية، يشوفون بأنه هذا الشخص يرسون نفسيته، أنا شلون أقدر أحافظ عليه يكون دائما مستخدم للمنصة مالتي ما يطلع منها. أكو برنامج أو فيلم اسمه The Social Dilemma موجود على نتفليكس، معضلة المواقع التواصل الاجتماعي. أنا أنصح يريد يفتهم مشاكل مواقع التواصل الاجتماعي خليه يتفرج عليه. هذا الفيلم أعدوه ناس هم كانوا الأوائل في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدين تفاجئوا كان هدفهم بالمواقع التواصل الاجتماعي بأنه يكون هو منصة يتواصلون بها الأهل والأصدقاء وتبادل الذكريات وغيره، لكن بعدين شافوا بأنه صار موضوع ربحي. ما حد يقول وين ربح بيه؟ يعني الفيسبوك ببلاش، الكبرى جاي تربح ببراس المواطنين العراقي. يعني الفيسبوك بنقول هو منصه انا منزله يمي ما ادفع فلوس، لكن القيمه السوقيه مالته مئات المليارات. لعد ليش هسه انت من وجهه نظرك اغلقنا المواقع الاباحيه وكانما كان فشيء كبير، لما المواطن بامكانه ينزل اللي قلت عليه اللي هو في بي ان
وبالتالي يقدر يشوف أي شيء. هي هنا المشكلة. وين المشكلة؟ المشكلة بأنه لحد الآن يجب أن نشتغل على التقنيات اللي تمكننا. وين الحكومة من التقنيات؟ ليش ما تشتغل بتقنيات حديثة؟ موجود الآن تقطع خلينا نقول من الرأس. ليش دائما الأمور متعلقة؟ مستحيل أنا أقول لك مستحيل راح نقدر نقطعها من الرأس ونهي. ممكن نقلل أي لكن نقطع مستحيل. ليش؟ لأنه الدول الداعمة لهذا الموضوع هي المسيطرة. أكو موضوع عندنا مشروع الدي بي آي يسموه دي باكت إنسبكشن اللي تبناه وزارة الأمن الوطني هي تبنت هذا الموضوع. نرجع لوزارة الاتصالات. شنو تعريف المسيء؟ لأن أنا ما فهمت. أنا أتفق وياك. أنا أشوف هذا موضوع فضفاض لأنه المسيء حسب تفسيرهم هم. يعني هسه يعني احتمال أنا إذا حشقت وزارة الاتصالات مثلاً هي ما نجحت بحجم مواقع التواصل الاجتماعي يعتبرون أنا تابث عليهم إشاعات وأنا مسيء لهم وتاسيء لهم. ممكن يجي يفسرونه هذا الموضوع. كلمة مسيئة بعض البثوث مثل فضلت الست قالت بأنه بثوث بالإنترنت يكون محتوى هابط. هو تفسير كلمة هابط شنو؟ يعني مثلاً أكو واحد جزء محتوى أنا أقدر أسميه لا محتوى، يعني يطي ما بيها مادة، محتوى بدون مادة، محتوى تافه ممكن. وأكو محتوى شخص ممكن هو يعتلي منبر أو يسمي نفسه رجل دين لكن المحتوى مالته يؤدي إلى صراعات في المجتمع، فياهو المحتوى التافه لهذا المحتوى اللي ممكن يسوي صراعات في المجتمع. دكتور عمار بصراحة شنو رأيك بالتيك توك؟ بالتيك توك؟ التيك توك هو منصة موجودة هدفها ربحي 100% لكن منصة ذو استخدامات متعددة. بمناسبة أنا إذا تفتحين تيك توك على أكاونت مالتي يختلف عن اي شخص اخر. ليش؟ يعني تيك توك يستخدم تقنيه ما يسمى ريكومنديشن الجوريثم، يعتمد انت شو تريد تباوع. انا اذا كنت استهدف مواقع معينه، يعني خلينا نقول مواضيع معينه، تعرفين تيك توك يسجل انت كم ثانيه شاهدتي في موضوع معين، فراح تشوفين كل الريكومنديشن او الافلام الاخرى هي نفس توجهك. تروحين على شخص اخر توجهاته مثلا خلينا يحب توجهات اخرى، مجرد راح يتفرج موضوع معين راح يشوف الافلام اللي راح يتفرجها او المقاطع هي مثل ما هو يريد. فنلاحظ بانه التيك توك راح يجز على واحد يقول لك اني والله مواقع كلها اباحيه او فشي، يا اخي وهو يشوف هيك مواضيع ولهذا يطلع له مشاهد او افلام مسيئه. شخص اخر اتفرج، انا شفت شخص يتفرج مواقع يعني دينيه، نشوف 90% من البرامج اللي دينيه او واحد يحب مثلا الجغرافيا التاريخ الفضاء غيره. فالتيك توك يعتمد بصورة كبيرة جدا على طبيعة المستخدم. يعني هسه هم راح ارجع دكتور عمار هم راح اقول لك ما فهمت هسه ولا خبير تكنولوجي جاهدة ينطيناها باختصار. نعم. تيك توك ده يستخدم منصة لغسيل الأموال عن طريق البثوث المباشرة. ليش غسيل؟ هذا اللي اريد افهمه. وقت تفسير غسيل أموال شنو؟ ما ادري. انا هاي ما انت هسه كخبير انا اشوف بالمقطع الواحد تنزل 100 خلص السؤال خير السؤال خير 100000 دولار شلون تنزل؟ خلص السؤال زين. نقول ليش امريكا صدرت قانون على مستوى الكونغرس لتحجب وتمنع التيك توك؟ جيد اتفق وياك. ليش؟ احنا كنا قلنا بانه هي شيء امريكا عندهم قيم اخلاقيه يمنعون التيك توك لانه يفسد المجتمع؟ لا. جيد لا ليش؟ الصراع الدولي الآن العالمي هو سمو صراع البيانات، من يسيطر على البيانات وعلى الاتصالات هو يسيطر على العالم، ليس من يمتلك القوة النووية. صراع أمريكا والصين صار صراع شركات، جيد. شركات هواوي وشركات التقنية. خوش نقطة، ألف رحمة على والدي. كل العراق مسيطر على بياناته؟ كل شيء هو مسيطر على العراق. هي هذه النقطة. الآن أرحب بالعميد نبراس محمد مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية. حياك الله سيادة العميد. حياكم الله سيدنا العزيز وحيا الله ضيفك الكريم وحيا الله كل الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيادة العميد، ما مدى مساهمتكم بإلقاء القبض على المبتزين وعمليات التوعية التي تقوم بها وزارة الداخلية في محاربة الشائعات؟ هذه العمليات إلى أي مدى حدت من نشر الأخبار المضللة والكاذبة وعمليات الابتزاز في المجتمع العراقي؟ تفضل. نعم، تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني وهي من الجرائم المستحدثة نظرا لكثرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة أيضا وجود أعداد من البرامج الشات وغيرها التي باتت في مرمى سهل للأخوة المتداولين، الأمر الذي أدى إلى عدم دراية وعدم تثقيف بخصوص هذه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، اصبحوا فريسه سهله للوقوع بشرك الابتزاز الالكتروني.
كانت في بداية الأمر الابتزاز الإلكتروني، يعني حبينا نوضح للأخوة المشاهدين واستغل تواجدي على الهاتف لغرض التوعية. أيضا هناك ثلاثة مبتغات للمجرمين المبتزين، سواء كان هو مادي أو جنسي أو منفعي. كل هذه الدوافع اللي كانت في بداية الأمر للابتزاز الإلكتروني تأثر على الضحية، وكانوا يحصلون على حجم الإبلاغ نظرا للواقع الاجتماعي والظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد. يصبح الضحية وخاصة من النساء هنالك عقبات للإبلاغ، ولكن وزارة الداخلية وضعت هذا الموضوع في طي الحسبان، وأيضا عملنا على وضع خطط استباقية من خلال عمليات التوعية والتثقيف. وعامل السرية هو عامل مهم، كثرنا أنه فوق الخوف من الضحية، كان إقبال شديد من قبل الضحايا، ضحايا الابتزاز الإلكتروني لوزارة الداخلية ومخارج وزارة الداخلية. الأمر الذي كان هنالك أعداد كثيرة من الضحايا تم معالجة الموضوع. طيب. وأيضا الخطوة الثانية تم التنسيق من قبل وزارة الداخلية مع مجلس القضاء على مشكور بتجديد العقوبات على المجرمين الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية ومن ضمنها الابتزاز الإلكتروني. وكان هنالك أيضا عمليات التوعية والتثقيف بكيفية تحصين الحسابات، وأيضا عدم قبول الطلبات الصداقة من أشخاص يعني نقدر نقول أنهم مسؤولين، وهذه أدت إلى انحصار هذه الجريمة. طيب. سيادة العميد أو بآخر، ولكن هناك أيضا أوضحنا أنه للأخوة لعوائلنا الكرام ومن خلال برنامجكم الكريم أن هناك تطوير في عملية الابتزاز الإلكتروني من خلال اختراق أجهزة الهاتف. ومو بالضرورة، احنا وضحنا للأخوة حتى أصحاب العوائل، مو بالضرورة أنه الضحية هو اللي يجد صور أو يبعث بمقاطع. هناك اختراق للهواتف من خلال أنه سرقة الهاتف واحتمال كلمات السر السهلة، وأيضا الضغط على الروابط الوهمية. وهناك أيضا مواقع تثير الفضول لدى المستخدمين. كل هذه الشراك لدى المبتز في عملية التطور في الهندسة الاجتماعية تأتي بأن تقع الضحية بصورة سلسة. احنا دائما في العالم الإلكتروني والعالم السيبراني، هذه جريمة الابتزاز هي جريمة عالمية لا تقتصر على بلد أو بآخر، ولكن هنالك عملية الحد منها هو زيادة الوعي والتثقيف. طيب. لهذا الموضوع سيادة العميد، قبل لا نخرج بحلقتنا نزل خبر بمركز الإعلام الرقمي يقول أنه القوات الأمنية في بغداد ألقت القبض على المدعو محارب الابتزاز بتهمة الابتزاز، ممكن توضيح؟ أختي العزيزة، دائما احنا ما ندعو يعني كل الأخوة، هنالك صفحات وهمية، هنالك ما يدعون انهم محاربين للابتزاز. حتى اوضحت في بداية كلامي هنالك نصب للشراك. انا بدي اوضح الفكرة انه تطورت عملية الابتزاز الالكتروني بعناوين وهمية، بصور مثيرة للفضول، بخبر مثير للفضول، مجرد أنه الضغط على الرابط أو الالتجاء إلى محاربي الابتزاز الغير رسميين يكون هنالك عملية اصطياد. فإحنا دائما ما ندعو الأخوة المواطنين ومن خلال برنامجكم الالتجاء إلى القوات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، القوات النظامية هو الأفضل والأأمن للضحية. شكرا جزيلا العميد نبراس محمد مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، كنت معنا عبر الهاتف. دكتور وائل، في ظل عدم وجود قوانين وتشريعات كافية لحماية الإنسان من الابتزاز والجرائم الإلكترونية في العراق، شنو ممكن نسوي إذا تعرضنا لهجمة، لاختراق، لمحاولة ابتزاز، صور اللي بالتليفون تروح مثلا، يعني شلون المفروض أتصرف في أول خطوة؟ في البداية ينبغي على الإنسان أن يلجأ إلى الجهات الرسمية باعتبارها الجهات المختصة اللي ممكن أن تقوم بتوفير الحماية القانونية للشخص في حال ما حصل لديه أي إشكال. ينبغي لا يعني يمنح ثقته إلى أي شخص غريب، خصوصا ما يتعلق بالأرقام السرية أو
الحسابات الخاصة بي وبياناتها، ينبغي عدم منحها إلى الأشخاص وعدم مشاركتها إلى أشخاص هم ليسوا محل ثقة أو ليسوا من الأقارب على سبيل المثال الدرجة الأولى، حتى يضمن الحفاظ على بياناته بشكل كبير. طيب. باعتبار أنه إحنا بالعراق للأسف نفتقد إلى وجود منظومة قانونية تتعلق بالبيانات الشخصية وآليات حمايتها، وايضا ما يتعلق بالجرائم. دكتور لو سمحت لي، الحسابات اللي ابل اي دي اللي جاي تنباع بالمحلات التليفونات جاي يصير منها نسخ وبالامكان تهكير الجهاز فيما بعد عن طريق سحب الصور والمعلومات وكل شيء. طيب هذا اليوم من يصدر؟ هاي الاشكاليه تتعلق بان نفس المواطن يمنح ثقته للبائع اللي دا يبيع هذا الاي دي، زين، وبالتالي هو يقول له سوي لي باسورد وسوي لي حساب وما الى ذلك، بينما المفروض هو بامكانه ان اما يطور قدراته ويعتمد على نفسه في معرفه الاليات الخاصه، وهي تحتاج تثقيف، سواء تثقيف شخصي وايضا توعيه مجتمعيه. زين، من اعطى لصاحب المحل المسؤوليه القانونيه لمساعده الناس؟ يعني انا اليوم لو تعرضت مثلا اخذ مات الابل اي دي، انا اول ما راح ارجع ابو المحل، شلون اقدر احاسبه قانونيا؟ ويفترض انه بما انه ما يوجد عقد بيني وبينه يبين انه هو منحني هذا الاي دي، وبالتالي راح تكون مسؤوليته القانونيه منتفيه. احنا نحتاج بهذه الحاله اليات لتنظيم اولا عمل خاص باصحاب الاجهزه الالكترونيه، والزامهم في حال مثل قيامهم ببيع مثل هكذا الارقام ان يكون لديه سجل خاص بالنسبه للمشتري، سجل خاص بالنسبة للعامل اللي قام بمنحه، بالتالي إيضاح توعية أساسية للعاملين أيضا. طيب. بهذا المجال أن عقوبة كشف الأسرار الخاصة بالأشخاص. من المفروض ينظم دكتور وائل؟ من المفروض؟ أنا المفروض أنظم له حضرتك؟ اليوم الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية التنظيم، والشركات الدولية تشكو من حالة عدم وجود جهة رسمية واحدة للتواصل معها. يعني احنا عندنا اكثر من 100 جهة، هيئة الاعلام والاتصالات، وزارة الاتصالات، يعني هذه المشكلة شلون نحلها دكتور وائل بصراحة؟ هذه الاشكالية حلها الاساسي هو مسألة وضع ايجاد قاعدة قانونية واحدة تحكم المسألة. كما بينت حضرتك هناك عدة جهات تتعامل بهذه المسألة، وزارة الاتصالات، هيئة الاعلام والاتصالات، ما يتعلق بمسألة الانترنت، ايضا الحزم اللي داخله، جهاز الامن الوطني، وزاره الداخليه، اجهزه امنيه اخرى ايضا تدخل في نفس النشاط. انا احتاج ان انظم هذه المساله في جانبين، جانب القانوني اول هو قانون يتعلق بحمايه البيانات الشخصيه العراقيه للمواطنين بشكل عام، وبالتالي هذا راح يضع قيود على الشركات الالكترونيه الاجنبيه فيما يتعلق بتعاملاتها في العراق. هذا حيؤدي إلى فتح باب تعاون معها فيما يتعلق بعمليات سرقة البيانات أو إساءة استخدامها، وحيوفر لي ضمانة قانونية. إذا هذا نداء إلى لجنة الاتصالات النيابية وأيضا وزارة الاتصالات، هيئة الإعلام والاتصالات وكل الجهات الحكومية والمعنية. هذه القوانين مهمة جدا في حياة المواطن العراقي لحمايته وعدم تعرضه للابتزاز وعدم ظلم شريحة كبيرة من المجتمع العراقي. إذن السوهات تعددت الجهات، ولكننا لا نخضع إلى إجراءات وقائية من الابتزاز والجرائم الإلكترونية. شنو رأي حضرتك؟ يعني بالتأكيد هو من خلال كلام الأساتذة اللي هم خبراء بهذا الموضوع، يعني تتلخص وجهة نظر واحدة، أن هناك خلل بنيوي في إدارة جميع المفاصل العملية يعني السياسية السابقة، ومن ثم تلتها أنه تشعب هذا الخلل بعدم وجود إدارة ورؤية وتخطيط صحيح لأهم الأشياء التي تمس المواطن، حياة المواطن العراقي، وتمس صورة البلاد وأمن الدولة بصورة مباشرة. بالتالي نحتاج إلى تنظيم قوانين. إحنا بحاجة إلى هيئة عليا لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. يعني هي مو بكثرة الهيئات، لا، هاي هيئة عليا مسؤولة عن الكل، حتى تكون جهة واحدة تحمي العراقيين. بالتأكيد، يعني الفرق أنه تكون هناك عدة هيئات. نعم. يعني عدة قرارات بالتالي تؤدي إلى تبعثر الحلول إذا من أكثر من مكان، لكن حين تكون هناك هيئة واحدة مسؤولة بإشراف مباشر من رئاسة الوزراء أو الأجهزة الأمنية لأجل أن تكون هناك سيطرة تامة على هذا الموضوع، هو هذا الحل الأفضل في هذا الوقت. لأنه مثل ما تفضل الدكتور، أنه ما ممكن إحنا نكون بمعزل عن العالم بالتطور الرقمي أو التطور. أنا أرسلك، الحكومة عندها مجسات تقيس فقط الحملات المضللة اللي تستهدف الحكومة العراقية، خوش،
لكن ما عندها مجسات تحارب من يستهدف المجتمع، اسقاط غيرته، اسقاط قيمه، او على القليل يشخص المشاكل. يعني حضرتك انت في مواقع التواصل الاجتماعي ودا تشوفين حجم المأساة وحجم التجريح وحجم اللا اخلاقيات في هذه المواقع. شوفي بالمجمل انه من ضرب من الخيال ان الحكومه العراقيه تسيطر على جميع الافكار الموجوده في السوشيال ميديا او اداره هذه المواقع. ليش ضرب من الخيال؟ لانه انت اليوم امام عالم منفتح. يعني عالم منفتح كما ذكر الدكتور انه عدش حتى لو كان هناك حجب هناك برامج تكسر هذا الحجب. الحكومه هي سلطت الضوء قبل ما تسلط اليوم على البيان اللي صادر، سلطت الضوء من قبل بيان من وزاره الداخليه باعتقال اصحاب المحتوى الهابط. وهذا ما شنو تعريف المحتوى الهابط؟ اشو انا شفت الجهات الامنيه سوت حملات ضد المحتوى الهابط، والله بعد شهرين رجعوا اقوى من الاول. يعني ماكو قوانين رادعه، يعني راح نرجع للمشكله التشريعيه. اذا بالتاكيد هناك خلل، احنا ذكرنا هناك خلل بنيوي في اداره جميع المفاصل التي تمس صوره يعني الحياه المواطن العراقي بصوره مباشره، بالتالي لا تكون هناك قرار واحد ازاء هذه المواقع، يجب ان تكون هناك سلطه رقابيه وقوانين وهيئات رادعه واعتقالات امام الملأ ومن ثم المحاسبه حتى انه تكون رادع للبقيه. انت لو تتذكرين بدايه محاربه الاشخاص الذين يعني اتهموا بالمحتوى الهابط كان هناك هروب لمعظمهم ومن ثم اتسالك بصراحه دكتوره سهاد، البلوجرات والفاشينيستات وبعض الشخصيات المؤثره في مواقع التواصل الاجتماعي لها جهات ساند ظهرها ودا يتكلمون بهذه القوه؟ لا يعني هو احنا ما نجزم على مدى التهم، انا دا اسالك عن وجهه نظرك، لا حددنا اسم ولا قلنا عن اي شخصيه، لكن بالمجمل العام هل تعقلين تطلع هذه الشخصيه؟ احنا اليوم دا نتحدث عن واقع، معقوله هذا المؤثر على موقع التيك توك او على بقيه المواقع ما الى ظهري سنده اللي يطلع يتحدث بهذه الجراه وبهذه الوقاحه؟ واسالك عن رايك الشخصي بتجرد سهاد. يعني اشوف هذا بعيد واقعيا، هذا بعيد. السؤال لحضرتك، اكو شخصيات تدعم الفاشينيستات والبلوجرات والشخصيات التافهه في مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله اذا بهذا الخصوص يعني جواب على سؤالك، يعني شفنا احنا يمكن حوادث كثيره صارت زين مجتمعنا ومو بعيد قبل يعني مدة قريبه جدا ونتذكرها، شفنا بانه كثير من الفاشيستات اللي ضربت المرور واللي ما اعرف شنو سوى نطلع بظهرهم زين. لكن هو السؤال يعني ما اعرف، انا عندي وجهه نظر مختلفه. شنو؟ اللي هو مال اعتقال الفاشيستات والبلوجرات بالعراق. طيب زين، هو يقدر يطلع برا بالخارج ويبث نفس الشيء، على الاقل انت خليه بالعراق يمك. تقدر اكو هسه الان هيئه الاعلام والاتصالات مسويه لائحه بتخص المحتوى. بالمناسبه يعني انت تعرف اكو ناس جاي تبث مباشر من امريكا ومن كندا ومن اوروبا ومن كل دول العالم وجاي يسوي امور لا اخلاقيه وتستهدف العائله العراقيه وجاي تهدد وتبتز وكل شيء قبيح جاي يسوي. هي الموضوع صراحه يحتاج له يمكن فتره مو ساعه او ساعتين حتى نقدر نسولف فيه، لكن باختصار يعني احنا ما لازم نشوف حل له. يعني هسه اكو هجمه ضد خلينا نقول اللي يستخدمون البثوث او المشاهير في العراق، يقول لك اعتقلهم اتخذ ضدهم اجراءات. طيب مو هذا ممكن يطلع برا بالخارج، هو نفس الشيء اللي كان بالعراق واذا كان برا، لكن المحتوى ما راح يكون انتقامي اكثر. شنو اللي يخليه ما يخاف ويبث من العراق؟ خلينا هسه نحكي على اللي يبث من العراق. يعني انت شوف اثنين تيكتور اوكي، الزوجه اخذوا فلوس عاشوا اجواء الحب الرومانسيه ورا شهرين اتطلقوا، هل هذا يدخل عقل شخص عاقل؟ يعني خلينا نتحدث بصراحه، ايش قد من شبابنا ومراهقينا انهدمت حياتهم بسبب الحياه اللي ورديه، وانت واني والست تعرف وايضا كل المشاهدين والمتابعين ان هذا اتفاق، هذا مو زواج. يعني تقصدين بانه هذا صار نتيجه مشاهير الاستعراض؟ اكيد طبعا اكيد. هذا معقولة ما متابع الزوجة واليوم سووا لهم حفلة كبرها ورا شهرين اتطلقوا تقريبا؟ خلينا نحكي كلها عرفت من هذا الشخص. وهذا الشخص بس هذا يمثل، هم يطلع برا وشايل علم العراق ومثل العراق زين، شلون ساكتين عنه؟ ورشيد وطني. بالتأكيد هي ستي عزيزتي، هذا الموضوع هو يعني هيئة الإعلام والاتصالات باعتبارها الجهة المنظمة للمحتوى. مو جهة منظمة، هسه عندك أكثر من جهة يا دكتور. هي ليش احنا مشكلتنا وين؟ قانون الاتصالات البرلمان صار لاكثر من 10 سنوات يجي شرع قانون خاص بالاتصالات، دري وزاره الاتصالات ما لها قانون، هيئه الاعلام والاتصالات تشتغل على قانون عدى بول برايمرز قانون 65 زين،
بدأوا يشرعون قانون الاتصال. هذا قانون الاتصال شو يسوي؟ ينطي كل جهة يعني شنو التوجهات أو شنو شغلها أو شنو عملها شنو اختصاصها. لكن نتيجة صراعات بين يعني الجهات اللي ريتها تتدخل هي بحاجة إلى تدخل تشريعي. تعرفين حضرتك أكو صراع جدا بين هيئتين مهمة، وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، وبيناتهم محاكم واستئناف على وقضاء. شنو؟ لا والله صلاحيات. على شنو؟ كل واحد يقول هاي صلاحيات إلي تابعة، هذا يقول لا والله صلاحيتك أني إلي. والمواطن ضايع بين تعدد الصلاحيات. والله تقول عبالك مال واحد هو رجال اسمه طلاق. أحكي لك الحاميها حراميها. أكو جهات بالدولة كانت عندها صفحات وهمية تدير عمليات ابتزاز. هذا الحاميها حراميها. شنو رأيك بهاي النقطة؟ والله هي مو رأيي، أنت من قلت حاميها حراميها العالم كله عرفها. أنت كخبير اليوم أنا أريد أثق بجهة وهذا الجهة إيش كبرها إيش عرضها. هو كان متبني وتدير صفحات وهمية للابتزاز. متبني حتى أسماء بعنوان محاربة الابتزاز وأجي أشوفها هي رب الابتزاز. زين هذا شلون ترحل؟ يعني والله شو أقول لك، هي مو على حد. إحنا لا نجي من الناحية الفنية ولا ناحية التشريعية. لا حسب الناحية الفنية التشريعية يم دكتور. الناحية الفنية شو الحين؟ والله ما أدري. أنا أسألك هسه كخبير. يعني الناحية الفنية إحنا أنا كخبير إذا قلنا كناحية فنية هاي مستحيل أضبط. بمن أثق يا دكتور عمار؟ اليوم أنا بمن أثق؟ أقول أنا أثق التكنيكالز أوفر لك وسائل تنفذين اللي تريدينه. لكن مسألة الثقة تعتمد على المجتمع وعلى الأشخاص اللي تجيبيهم. لازم تختارين ناس مؤهلين. ولمن هذا الشخص تشوفينه بين ليلة وضحاها صار عنده أملاك مهولة وصار يعني هو أشهر من البلوجرات، القانون يقول له من أين لك هذا؟ بعد تمين لك هاي السيارات تتركبها. هسا احنا إذا خلينا الابتزاز الإلكتروني، خلينا المحتوى الهابط والأخبار المضللة والشخصيات التافهة في مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما يجري من هاي الهرج والمرج خليته بخلاط واحد، شنو النتيجة؟ نتيجة بكلمة واحدة والله إيش بخراب للمجتمع. خراب للمجتمع طبعا أكيد. ست هي تدمير الأسرة العراقية. إذا راح أرجع لك دكتور وائل، بصراحة اليوم شفت أنت وطلعت على ما قالت وزارة الاتصالات، شنو هو محاربة المحتوى المسيء؟ كلمة المسيء كلمة فضفاضة، قانونيا ماذا تعني الإساءة؟ إذا حضرتك أنت قانوني وأسألك، حتى المسيء يعرف نفسه. اليوم انا ما اعرف بحواري هذا انا مسيئه، الاخ حواره مسيء، سهاد حوارها مسيء، انا ما اعرف بصراحه شنو المسيء بالضبط. لم يتم تحديد هذه الكلمه. تاكيد الاشكاليه انه باستخدام مصطلح فضفاض يحمل اكثر من معنى، فانه سيساهم في زياده حجم المشكله لا حل. على سبيل المثال استخدام مصطلح المحتوى الهابط كان استخدام خاطئ من قبل وزارة الداخلية، باعتبار أنها استندت فيما يتعلق بالمحتوى الهابط بإحالة الأشخاص أو تحريك دعاوى جزائية على الأشخاص وفقا لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات. هذه المادة تقول أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من قام بعملية نشر أو تداول أو تبني أو طباعة أو ترويج ما يتعلق بالأمور المسيئة للأخلاق أو الآداب العامة. المصطلح الوارد في القانون الإساءة إلى الأخلاق أو الآداب العامة مصطلح واضح من الناحية القانونية، عندما استبدلناه بمحتوى الهابط أصبح لدينا نوع من أنواع الالتباس. وأضيف الالتباس الآخر عليه أن وزارة الداخلية لم تحدد لنا المعايير التي ينبغي اعتمادها حتى يطبق على الفعل أنه محتوى هابط. بالتالي المواطن ما صار يعرف هل ان سلوكه محتوى هابط ام لا، بينما الماده 403 انا كشخص لو قمت بعمليه شير لفيديو من الفيديوهات او بث مباشر من البثوث المباشره اللي نشروها اصحاب هذا ما يسمى المحتوى الهابط اللي هو نشر الامور المنافيه للاخلاق او الاداب العامه وفقا للمنظور المجتمعي، اصبح شريك بالجريمه وعاقب بنفس العقوبه. هذه الاشكاليه الاساسيه. علينا أن نستخدم مصطلحات واضحة توفر حصانة للمجتمع وأيضا توفر حصانة للمتلقي، هل إن سلوكه صحيح أم لا. وهذا ينطبق على مسألة المسيء. كلمة المسيء ممكن أن نعتبر تحت ظلالها كل الأفعال التي يمكن أن ترتكب تحت أنها مسيء. إذا قلت السلام عليكم بطريقة باردة يمكن اعتبارها مسيء، بينما ينبغي على وزارة الاتصالات أن تضع معايير محددة قابلة بالقياس بالقاعدة القانونية. إحنا نكلم أنه يعني مسطرة ونقيس عليها الفعل حتى أستطيع أن أحدد هل هذا مسيء أم غير مسيء. على سبيل المثال أقول العفو،
حضرتك قلت سنتين يحارب من قانون العقوبات من يقوم بمحتوى هابط. طيب احنا شفنا اصحاب المحتوى الهابط واللي كانوا يقومون بافعال تنافي اخلاق وعادات المجتمع العراقي، بعد شهر وبعد شهرين طلعوا. طيب المادة القانونية شلون طلعوا وهم يقومون بشيء فاضح او بمحتوى هابط؟ يعني اليوم التبس الامر على المواطن، حملات واعتقالات طالت الكثير من الشخصيات، لكن مع شديد الاسف طلعوا وعادوا الى محتواهم ببثوث اقبح واسوأ. دكتور الحد الاقصى للعقوبه هو مده سنتين، وبالتالي يمكن النزول بها الى حد ما يسمى الشهر واحد. الحد الاقصى للجريمه هو كعقوبه هي سنتين، اذا كان هناك تعمد، يعني شخص كان الى نيه افساد المجتمع، هنا يعتبر ضرب مشدد ونصعد فوق مده السنتين، وبالتالي هي صدرت الاحكام انذاك على الاشخاص اللي تم القاء القبض عليهم تراوحت من 3 أشهر الى 6 أشهر وبعضهم الى 9 أشهر، تبعا لنوع الفعل الذي اسند اليه، لان في بعض الاحيان قد يكون حكم على فيديو واحد بينما هو في الاصل كل فعل قام به ما دام مختلف بالمده يعتبر جريمه مستقله، وكان ينبغي تحريك شكوى جزائيه مستقله على كل فعل ارتكبه. مسألة ثانية، بعض هؤلاء المشاهير للأسف يستخدمون كوسيلة من وسائل غسيل الأموال، وأنا أذكر أن وزيرة الاتصالات صرحت قبل 6 أشهر أنه في توقيتات معينة على تطبيق التيك توك هناك عملية انتقال أموال لمن يقومون بعملية بث مباشر على هذه المنصة في توقيتات غريبة وفي توقيتات من غير المنطقي أن يتم فيها تحويل أو منح أموال مثل هكذا أشخاص، تصل في بعض الأحيان إلى مبالغ خرافية وبالعملة الصعبة، وبالتالي أنا أحتاج أن أنظم قانونيا عمل من يدعي أنه على سبيل المثال على منصة من المنصات يدعي أنه يقوم بمشاهد تمثيلية، هنا ينبغي أن ألزمه بأن يأخذ هوية من نقابة الفنانين، أو شخص مثلا يدعي أنه ينقل أخبار ينبغي أن يكون ملزم أن تكون لديه هوية من نقابة الصحفيين حتى يعتمد، وبالتالي يخضع للآليات الموجودة في هذه النقابات باعتبار هذه النقابات لها آليات سلوك، لها آليات ينبغي احترامها في العمل، لها أسلوب تأديبي في من يخرج عن عمل هذه النقابة، وبالتالي يصير إلي عملية تنظيم وعملية تقييم. هؤلاء الأشخاص يحصلون طيب على أرباح طيب هائلة ينبغي أن يخضع للضريبة في هذا الجانب. إذا أنت عددت الكثير من النقاط على الحكومة والجهات المعنية تباها. السهاد اليوم بصراحة شقد من عوائلنا العراقية تفككت وشقد من بناتنا ضاعا وشبابنا للأسف الشديد حالات انتحار وتقليد، شو رح نسوي؟ يعني بالتأكيد هناك اليوم خلينا نحكي على الصعيد الشخصي، إذا ما جاب لك شيء شلت الزوجة، إذا ما سوى لك شيء طلقيه، صيري قوية، هاي بالتصفح تطلع عندنا خوش، صنعي وطن، صنعي تاريخ، صنعي ما أدري شنو، وفي بيتك وفي البيت مو صحيح، ألف رحمة على والدتك، هذه شلون اليوم نحلها؟ شلون نخلي حاجز لحماية الأسر العراقية؟ ضعنا والله ضعنا السهاد. يعني بهذه الظروف وبال الأدوات المتاحة الحالية عند الحكومة هذا مستحيل أن يكون حلها آني في الوقت الراهن. لا شلون؟ هي أساسيات المشكلة، أولا هي مسؤولية تشاركية بين الأسرة العراقية وبين الجانب الحكومي الذي يضع ضوابط وقوانين رادعة لهذه المحتويات. دور الأسرة أن تتابع أبنائها وبناتها وتكون دور توعوي. تدرين شن هي السهاد؟ أحكيها بصراحة، يراد متابعة الآباء قبل متابعة الأبناء. الآباء هم دا يعلمون أولادهم، هم يراد لهم ترباية، ترى مو الابن يراد له ترباية. هذه شلون نحلها هذه المشكلة؟ يعني إذا جينا على الجانب يعني أنا أعرف أحد المشاهير على مواقع تستخدم أولادها للدعاية وللإعلان، ويوميا مناجدة فلان ويوميا مناجدة فلان، وكأنما الدولة العراقية ما عندهم بس هذه الشخصية. يعني هذا تفكك مجتمعي. هي أنا دا أشوفه دكتورة. هذا تفكك مجتمعي، انت شلون راح تقومي؟ يعني هناك مثلا انت نجي للمسببات، انه ليش ذهبت هذه الفئه من النساء او هذه العوائل لاجل نشر ماده من اجل الكسب المادي؟ فلوس، ما تريد تتعب نفسها وما تريد تربي وما تريد تشتغل، تريد تقعد هي قاعده ببيتها، العفو كل بيتها وكل اولادها والكلمات البذيئه باللايف تاخذ فلوس، اكو اسهل من هيك؟ لا مو هي تجي انه هذه البيئه اللي موجوده بها هذه الفئه من الناس هي بيئه خاطئه، احنا مو مجتمع ملائكه، يعني
يعني بالتالي انه مو مجتمع ملائكة. تصديرك هذه الحالات للمجتمع وانه اخذها كمؤثر، هذه مشكلة كارثة للمجتمع العراقي. هجمة بيوت هذه الشخصية بالتأكيد سسهاد. يعني انا قبل يومين كان هناك حديث، احنا ك يعني قاعدين صحفيات ونتكلم، نعم، كان شخصية انه فظيعة بالتحدي للجهات الأمنية، فظيعة بالكلمات النابية اللي تقولها، فظيعة بالبث الرديء او اللي لا يليق بالأسرة العراقية، لانه اني اخجل انه اني اصلا اتفرجه. فتفكيها في انه عندك اطفال، عندك عوائل كاملة هي ما تحاسب اطفالها. انت تقولين الاب هو من انه يشجع او الام هي تشجع على هذا الموضوع لانهم مستسهلين هذا الكسب المادي، نعم. حتى لو كانت هناك، شوف الحكومة الحالية تسعى جاهدة لأجل النهوض بالاقتصاد العراقي وفتح الاستثمارات وذاهبة لجلب مشاريع للبلاد، يعني الحكومة بوادي وهناك أشياء تؤثر على مسار الحكومة. حتى هي للمواطن العراقي الفقير شانت أنه ماكو حصة غذائية تموينية، وفرت لسلة غذائية حتى تقي أنه سعر تقلبات الصرف، أنه مواد غذائية تدفق لبيته. سسهاد، لكن المشكلة ماذا تتفضلين به؟ أكو شخصية تافهة على مواقع التواصل الاجتماعي يومية تقول أنا عندي معلومات أمنية أريد أفيد بها وزارة الداخلية، فهمت جدا. النوبة الثانية تمجد النظام المقبور، تحكي بسلبيات المجتمع أو لا تقدام، لا تتكلم بألفاظ، شلون المشكلة؟ قوانين، أكيد قوانين. هناك قوانين رائعة. إذا بكلمة واحدة القوانين، دكتور عمار بدقيقة، هاي دقيقة إن شاء الله كان، خذنا بجولة بالتيك توك، أريد تصريح جريء من خبير للتكنولوجيا أخص بيه البرنامج لهذا اليوم. أنا وياك واني من وزارة الداخل، وزارة الاتصالات منتبنت قبل فترة، ومعالي الوزيرة طلعت وقالت إحنا نطالب بحجب التيك توك. إحنا مو صح، يعني مو أول تجربة في العالم طالبنا بحجب التيك توك ابتداء، يعني ذكرت قبل هذا خليل. كلام فضفاض، اريد منك تصريح بدقيقة. يعني شو اقول؟ التيك توك هو هذا استعرض لي ما يحدث في التيك توك، انت اليوم خبير بصراحة. بالتأكيد التيك توك منصة ممكن استخدامها بوسائل، يعني استخدام متعددة لها، ممكن تكون هادمة للمجتمع، ممكن تكون بناءة في جزء قليل منها، لكن 90% من استخدامات التيك توك الآن هي يعني خلينا نقول تؤدي إلى انحراف في المجتمع. ليش؟ لأنه التيك توك يخلق لك بعض النماذج اللي يعتبروها قدوة. شخصيات التيك توك أكو جهات توقف وراها ساندة ظهرها؟ لا بنعم أو لا؟ طبعاً أكيد، لأنه يعني مستحيل تقدر توصل شخصية إلى هذا الدعم بدون ما موجود دعم حقيقي يوصلها. شكراً جزيلاً خبير الاتصالات والتكنولوجيا الدكتور عمار العيثاوي، حياك الله. شكراً جزيلاً الباحثة في الشأن السياسي سهاد الشمري، حياك الله حبيبتي، نورتينا في حصاد اليوم. وأيضا أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد الدكتور وائل البياتي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. ختام حصادنا لهذا اليوم بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية. وزارة الداخلية تعلن مغادرة نحو 96% من الزائرين العرب والأجانب والذين وفدوا للعراق خلال زيارة الأربعين. المجلس الأعلى للإسكان يعلن فرض حظر التجوال في عموم العراق يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني لإجراء الإحصاء. وزير النقل يسحب يد 6 مسؤولين بينهم مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية لإحالتهم على التحقيق. النزاهة ترصد عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركة ارتكبت مخالفات في مشروع استثماري بكربلاء المقدسة. العراقي جراح نصار يحصل على برونزية رمي الجلة في دورة الألعاب البارالمبية الجارية في باريس. الحصاد انتهى، شكرا على أكرم المتابعة، تصبحون على خير.